اللغة الإنجليزية الصف الخامس الترم الأول يونت 2. أهلا بيكم في قناتنا قناة طيور الجنة التعليمية. ما تنسوش قبل ما نبدأ لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اسم اليونت بتاعتنا at the amusement park. at the amusement park يعني في حديقة الملاهي. يونت 2 هناخد فيها أربع أجزاء: conversation time, word time, practice time, phonics time. طيب هناخد اول حاجة الconversation time، وقت المحادثة. هناخد ايه في الconversation time؟ اتنين قاعدين مع بعض اهمت في الamusement park اللي هي حديقة الملاهي وبيتكلموا مع بعض. البنت بتقول له ايه؟ it's so hot. repeat, listen and repeat. it's so hot. الدنيا حر جدا. I am really thirsty. I am really thirsty يعني أنا عطشانة جدا. قال لها إيه؟ me too. me too وأنا كمان. let's get some juice. let's get some juice ما تيجي نجيب عصير. قالت له إيه؟ راحوا لبتاع العصير. بتاع العصير قال لهم إيه؟ what kind of juice do you want. what kind of juice do you want. قالوا له إيه؟ pineapple juice. pineapple juice يعني عصير أناناس. please من فضلك. pineapple juice please عصير أناناس لو سمحت. فالولد بيدور في جيبه على الفلوس عشان يطلعها ما لقاهاش. فقال ايه؟ I don't have enough money. انا معيش فلوس كفاية. معي فلوس بس مش كتير. I don't have enough money. انا معيش فلوس كفاية. معيش فلوس تكفي العصير اللي احنا طلبناه. جت قالت له ايه؟ that's okay. مفيش مشكلة. that's okay. that's okay. it's my treat. it's my treat. يعني خليها عليا المرة دي او على حسابي او دي عزومتي. انا عزماك. it's my treat. طيب اعطاهم العصير. هي جابت العصير قالت لصاحبها ايه؟ بتديله العصير عشان هي اللي عزمه. قالت له here you are. here you are. تفضل عصيرك. قال لها ايه؟ thanks a lot. thanks a lot. شكرا جزيلا. طيب هنبدا ناخد الكلمات الجديده اللي في المحادثه بتاعتنا. اول كلمه اسمها amusement park. amusement park حديقه الملاهي. amusement park hot. 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 thirsty. 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 pineapple. 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 enough. 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 treat. 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 so. 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 two. 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 some. 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 money. 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 دلوقتي هناخد الافعال المنتظمه regular verbs. اول فعل معانا help. help. helped. 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 طيب هو كان فعل واحد بس ده علينا. طيب دلوقتي هناخد سؤال complete يعني هنكمل المحادثه دي ونشوف ايه اللي ناقص مع بعض. it's so hot. it's so hot. الدنيا حر جدا. it's so hot. I am really. I am really عطشان يعني ايه؟ برافو عليكم. thirsty. thirsty. it's so hot. I am really thirsty. طيب سؤال الهومورك لكم بقى. do you want no juice. do you want no juice. do you want ايه؟ كان في المحادثة بتاعتنا do you want no juice. ده سؤال الهومورك بتاعكم واستناكم تحلوه واشوف مين الشاطر اللي هيحله بطريقة صح. وكنتم مع قناة طيور الجنة التعليمية وشكرا ليكم. بس ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم يا حبايبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.